أخذت منك أربعة اليوم. منيح إذا كل مرة أخذت مرة شغلة واحدة بزيادة، كيف إذا أربعة؟ بيساعدوك كثير بالميك اب. واذا بتلاحظوا الاشياء اللي عم اقول لكم اياها مش اشياء سوفيستيكي، اشياء فيكم تعملوها كل يوم على كل ظهره على كل اوكازيون يعني عندكم اياها. بس هول الثلاث مطارح عندها لملاك اللي فيهم روجور، ليكي هون بالنص، بس هون ما عندها روجور عادي. اوكي بس هون هلا بدنا نحط لها لون الفوندوتان لاحظتي؟ هيدي الكوريكسيون اللي هي كثير مهمة. هلا نحن رح نعطيها تان ناتشورال قريب كثير من لون التان تبعولها، فكرمال هيك ما رح استعملها افتح من لون جسمها. دائما الفوندوتان فوق اللي بكون عاملة كوريكسيون انا ما بحط بار فروتمون بار تابوتمون كوم سي جو جيت لو فوندوتان. هلا اذا عنا جراند دو بوتي افضل انه ما نحط عليهم، لانه اذا حطينا عليهم بين كانه حبه ومغطينه. اوكي فخليها تبين جراند دو بوتي افضل من انه تبين كاشي انه مش معروف شو هي. فينا نغمق لونها يعني نحط كيفونسي، فينا نبينها اكثر اكيد. هيدي اخر توش بتكون التوش الفينال، توش دو كوريكسيون. مثل ما قلنا مطرح ما ديجا حطيت كوريكسيون بحط الفوندوتان تابوتمون. بهالطريقة لما احطه تابوتمون مرة ثانية بدنا نشوف كيف بالبانسو ممكن نحط الفوندوتان. لاحظت ما بقى مبين ابدا انه هي اصلا وجع على روجر. فينا شوية نعمل استونتاج en même temps que نعمل منفضي الايبونج، مش لانه انا بدي فضي الايبونج ومش عم بعرف انا بدي فضيها بس انه بهالطريقه هو المفروض يكون في كانتيتي قليله. فكرمل هيك هيدي الزون نتركها لاخر. مثلا عندها حبه هون تابوتمون، هي هيك بتطلع مثل حساسيه او شيء بتكون حساسه على شيء، بنعملها تابوتمون اون كاش. تابوتمون دائما كل شيء بدك تغطيه. اوكي هلا طلعي ما بقى مبين وين اصلا عندها الروجر. اوكي هلا بالنسبه للبودر فوق ال، انا بفضل دائما انه البودر لما بده ينحط يكون كومباكت باودر مش لوز باودر. ليه؟ مع انه اللوز باودر موجود بكل الماركات، موجود بكل الماركات. شو اللوز؟ شو اللوز؟ هو البودر الليب للي هو ليبر بيجي. عرفتيها هيك العيد بفتحيها عما هي بتبقى فلوي دافو. انا ما بحبها ابدا هي. ليه؟ هلا في كثير اشخاص بيستعملوها وبحبوها وكل شيء، بس رح اقول لك ليه. لانه انت عم تستعمليها لوز انت عم تحسي بده يصير يطير، يصير يفوتوا بالفوسيل بلا ما تحسي، وهيدا شيء من القصص اللي صارت معك على ال هيدا. واوقات بتصير تفوت بالحواجب بلا ما تحسها، انه انت ما عم تحطي هون بودر ليبر شو عم بيصير؟ ما هي ليبر بيتلقط منها شوي بس بصير ينزل. تانديسك بها بتشيلي قد ما بدك، هن كلي منهم ليبر انه خلص يعني بصير اذا ايه يعني خلص عم بتشيلي وعم بتحطي ديريكت على كوتك. سبور سلام ومفضل دائما كومباكت باودر طالما اصلا انا عم شيلها بالبانسو وعم حط مطرح ما بدي وعم بعطي ماتيتي للبو، فليه انا بدي استعمل لوز؟ بصير يحط لي كمان كونتيتي كبيره، بصير يبين وجهي مثل مجبل، واللي عنده ريد بصير اكثر مبين ريد لما يحطه. مشان هيك بعينه كثير في اشخاص اذا عندهم تجاعيد صغيره بنلاحظ انه بعينه من انه لما احط كونسيلر ببينه تجاعيدي اكثر. اعملي لي ميك اب بس ما تحطي لي كونسيلر، ما تحطي لي بود، بصير مش عارفه شو بدها انه ما تحط. وبذات الوقت اذا ما حطيت عم بتبين سرنه. فلما بنخفف كونتيتي البود ومنحط جوستومون لو نيسيسير منخفف من ظهور التجاعيد. فينا ما نحط بودر؟ فينا ما نحط بودر بس اذا عندك تصوير مثلا او عندك نهار طويل. لا عندي يعني سوار جو سوار بدني ولا نبوست. فيكي ما تحطي ساعتها بتستخدمي الفوندوتان المات اللي هو اويل فري ما فيه زيوت كرمال يعطيكي كرمال ما يلمع. اوكي
وكرمال تقدر تحطي فوقه بلاش، لأنه إذا كان الفوندوتان عادي وعم تحطي فوقه بلاش يعني أنت عم تحطي بودر كولوري البلاش بالنتيجة، عم تحطيها فوق فوندوتان ليكيد يعني أو أويلي ويلو، فشو بيصير؟ بيصير يطلع البلاش عندك مش موزع بطريقة، بس يطلع بقح، بصير تحسي الله بدك تعملي بإيدي بيطلع طول البقع. ايه مش من البانسو، من لأنه بتحطي فوندوتان بلا بودر، لأنه أنت ما بدك بودر وبتحطي فوق البلاش، ما هو أصلا إيفور ما